لا تنسى اشترك الآن. بعد موضوع الحياة البسيطة الذي طرحته في الحلقة الماضية، وبعد بحث بسيط اكتشفت مايك ستينت، وهو رجل أمريكي من شرق ولاية أوريغون يطبق مبادئ الحياة البسيطة ويشارك على اليوتيوب مقاطع عن طريقة عيشه المتواضعة. لكن الجميل في مايك وما أثار إعجابي به هو أنه فنان من طراز فريد جدا. هو رسام ونحات، ينحت لوحاته على أغصان الشجر بدقة تفرض عليك الذهول. بعد الذهول والإعجاب والسكينة التي شعرت بها وأنا أتابع حلقاته، كان يجب أن أسجل إعجابي به وأن أسجل اشتراكي بقناته طبعا. إن كنت ممن يطلب السكينة والهدوء والتأمل، فإني أدعوك لزيارة قناته ومشاهدة روعة أعماله. مع تحياتي الطيبة، أخوكم مصطفى. لا تنسى اشترك الآن.